ايه لا اكيد بدل قلبي ده. لا بس قلبي عم بدق بحبيب من حبيب يعني. لا حياتي الخاصه بتخصني يعني. انا لما نشوف انه في شيء ممكن يكون رسمه وبدي خبره للعالم انا بدون ما حدا يسالني انا بقول. بس انا بالنتيجه امراه وعندي عواطف وبحب حب بحب وبحب الحب وحب يكون عندي شخص يلي افكر فيه كل يوم واحكي معه قبل ما انام يعني حال كل النساء والرجال يعني. بس انه لما بيكون في شيء لازم اقوله قوله يعني. بس لانه تضل في ليميت بس يعني حياتي الخاصه تكون شوي انه مفصوله عن حياتي المهنيه بس. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.